حلو الدور قوي يعني بصراحه يعني، ويعني بتحس ان هو فعلا طفل ولكن بقى كبير. لكن اهم تكنيك في الكبير هو الدوبليكيشن، ازاي التلاتة بيبقوا سوا او مثلا الاثنين اللي هم توأم يبقوا قدام بعض، او كبير وجوني وحزلقوم يبقوا التلاتة سوا. ده فن صعب جدا، بس انا شايفه انه تطور كبير، تطور بشكل كبير جدا طول الحلقات. هي صعوبتها اكتر عند الممثل، لان فكره ان هو بيكلم الهوا ومتوقع ايه الرياكشن اللي هو هيعمله وهو اوريدي بيمثل بكاركتر تاني، فدي حاجه تجيب جناية يعني، ممكن يروح يبقى في حاجه في دماغه، لان هو الكبير مثلا بالذات لو بيمثل كوميدي يعني، لو بيمثل حاجه يعني يمكن تراجيدي او هيقف ويعيط وكده، في بقى بيتفرش من هنا وبيتقال بيترد عليه من الناحيه الثانيه، فهو كمان متخيل رياكشن الكبير. يعني لو جوني بيتكلم بيقول له حاجه تافهه، فمتخيل رياكشن الكبير بالتبريئه اللي هو هيعملها. ما هو ما بيبقاش في حد قاعد، او بيبقى في حد قاعد بس مش اللي هيعمل، مش هيعمل اداء مكي يعني، هيبقى مساعد مخرج او انا او حد هو اللي بيقول الكلام من ورا. دي براعه احمد مكي يعني الحقيقه. براعه هو بالنسبه له الموضوع ده الكبير يعني، هو اكتر واحد بيتعب للامانه برضه، لان هو مفيش مشهد من غيره. لو مفيش كبير هيبقى جوني، لو مفيش جوني هيبقى حزلقوم، فمفيش مشهد من غيره. فهو بيصور كل يوم، وفكره ان هو ان احنا طول الوقت مستعجلين هو بس، لان احنا ما بنعملش حاجه تانية، فهو بيتصور يعني هو بيصور بيلبس الكبير ويعني يروح يغير يلبس حزلقوم ويرجع نراجع الكلام اللي اتقال ده كله ونرجع. فالمشهد اللي بقى فيه ثلاثه ده بيبقى احنا في النص بنقعد نلعب طاوله مستنيين يغير ويجي ما بنعملش حاجه. بس كمان المشهد بياخد وقت اطول لانه بيتكرر، بياخد يوم، ممكن ياخد يوم تصوير كامل. في مشاهد منها سيبنا الكاميرا متثبته لتاني يوم يعني، روحنا وجينا نكمل المشهد. وهو ده اللي انا يومين اهو بيقول لك ممكن يومين عشان هو كان بيعمل برده المشهد. انا كنت بقول لحضرتك في الاول ان ورا المسلسل في ناس كتير جدا جدا ليها افضال كتير على المسلسل، مش بس احنا وكده، من كرو اخراج لانتاج لملابس لديكور لتصوير، فعلا كلهم بيعملوا مجهود موسيقى كبير جدا لتفضل الموسيقى الكبير تفضل في ودنا على طول. عمرو جبار يعني يعني ففكره ان في ناس كتير جدا، وفكره ان احنا زي ما قال هشام في الاول برضو ان احنا بنعمل الموضوع بجد، مش يلا تعالوا نروح نهزر النهارده ونشوف هنعمل ايه. وده الطريقه اللي اتفقت عليها انا ومكي من اول من 2007 واحنا بنشتغل مع بعض، ان احنا هنهزر من ده، من الضحك بتاع شارلي شابلن اللي هو الصوره هتضحك مع الكاركترز المظبوطه مع الورق المظبوط، هو ده اللي بيضحك. ففكره ان احنا بنقف تفصيله زي التايجر ولا القميص اللي هو بينور بتاع الكهرباء ده عشان يتعمل، فقعدنا ونفكر ونجيب ريفرنسز، مش موضوع بيطلع في يوم ويلا نروح نهزر بيه، لا ده قعدنا فيه وخناقه يوم تصوير كنا هنفركش يوم عشان النور جه غلط، فاحنا عايزين الانوار اللي بتنور.